لكن أنا اليوم عندي فرحة لكم أخرى، أنه بلغوني بإدارة قناة زاكروس الفضائية ومديرة مقر قناة زاكروس الفضائية في بغداد والمحافظات بأنه تقدم لكم جائزة وهدية إذا أمكن. شكرا لك. هذه الهدية إلى نجلاء. شكرا لكم. شكرا على جيتكم. شكرا لكم. كلامكم وجيتكم من هنا هاي اعتبرها اكبر دعم مني. طبعا ست هيفاء الحسيني قدمت لك هذه الهدية، مديرة مقر قناة زاكروس الفضائية في بغداد والمحافظات. ان شاء الله يا رب تتهنين بها.